ليه اللي يمشي في الغلط ويكعبيلو بتوزلو نفسه الثوايا كملو وتعكست الآية والعيار فلت والصحيبة شبه الغلط الصحيبة شبه الغلط والخلق ليه وعلى ايه بقوا بيستقتلوا والماشي في البطال عمال على بطال الماشي في البطال عمال على بطال ده يا ما جاب دغنا سويا ما خلى ناس اتكحوا كتروا الناس الشمال قالوا لا دي الحلال كتروا الناس الشمال قالوا لا دي الحلال والمال يا خال الحال من اللي هيجي تاني ويعدلوا ويا إما نلحق اللي ضاع ينحصلوا اعتبر نفسك في بيتك يا معالي الباشا فك كده ورحرح وعيش الرحرحه دي مش بتاعت انا رمانه فين جاي يا سعاده الباشا رمانه جاي اصبر بس عليا خمس دقايق وهتلاقيها داخله هل علينا وبتعرف تتقلد وش انت اكتر حد خسرني وخسرني وخسرت معاك Thank you.
نفسي بقى، انا عايزك بشويش واحده واحده كده على روحي. خايف عليا قوي يا اخويا. احنا محتاجينك يا نجمه. خش برجلك اليمين. اهلا 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 يا حب. اهلا يا ست رمان. اهلا وسهلا. ما تتفضلي تنوري قعدتنا شويه. معلش اصل انا مش عايزه اغرقكم تمن الازازه. لا ازازه ايه؟ الكلام ده ما ينفعش مع الدكتور هنا يا جدع. انت اللي زيك اتعمل له خط انتاج ازاز بحال عشان يحن علينا يا انسه. اتفضلي اتفضلي. طب انا هاخد لي لفتين وارجع لك تاني. خد لك ثلاث لفات. شنب اعتبره حصل يا حبيبي. تعالى اهلا بيك. اهلا اهلا اهلا. والنبي ما تعملي في نفسك كده، الدنيا يا اختي مش مستاهله، دي فانيه باللي عليها. ابعدي يا بيسا عني دلوقتي، انا مش طايقه نفسي، مش طايقه حد، ارحموني بقى. لا اله الا الله، والنبي ده انت سايباكي عين ما صليتش على النبي يا ستي. لا حول الله يا ربي، لا اله الا الله. طب اهدي شويه. الكلام ده صحيح يا مطني؟ ايه اللي صحيح يا حاجه؟ انا شايفها بعيني وهي بتمرمط الراجل في الشارع، وسابته وخدت تاكسي وراح طلع على البيت لوحديها فرضاني. وانتوا بلغتوا خميس بالكلام ده؟ لا لسه، هو مستني مني تقرير الصبح، بس انا قلت اسبق وابلغ معاليك الاول. انا عايزك تقول له الكلام اللي هقوله لك بالظبط. اقول له ايه يا حاجه؟ ان العربيه زاغت منك، وانت ما تعرفش راحت على بيتها ولا راحت على بيت الجدع اللي كانت معاه. ايوه يا حاجه، بس هي يعني بقول لك ايه؟ نفذ اللي بقول لك عليه. طيب افرضي يا حاجه ان هو عرف ان ده ما حصلش. وهيعرف منين يا خفيف؟ هو طايق يشوفها لما هيسألها؟ ماشي يا حاجة، اللي تأمر بيه.
كده يبقى عملنا اللي علينا ونفضى بقى لأكل عيشنا. امشي انت دلوقتي. حاضر يا حاج. المنظر من هنا تحفة، تحس ان كل الناس عريانين، لا حد متداري ولا حد مستخبي، كله مفضوح مكشوف على الاخر. هي ليلتنا هترسى على ايه بعد كده؟ يعني ايه هترسى علي؟ هنروح البيت طبعا. نعمل ايه؟ نروح بعد كل اللف ده وتقولي نروح؟ بقول لك ايه يا براء، انت دماغك عجباني بس بصراحة كده انت مش الطيب بتاعي. طيب؟ الا طيب، ده انا طيب قوي وابن حلال وعجبك كمان يا بنت. ده انا براء النوح. طب اهدى على نفسك شوية، خلينا اصحاب ويمكن تعجبني بعد شوية. ماشي. بقولك ايه؟ معايا سطرين تيجي نشدهم. مش قلت لك ان دماغك عاجباني؟ حاجة، أنا بحكي اللي حصل يا معلم. معلم يا الله يخرب بيتك، أنت خليت فيها معلم وراني. أنت إيه اللي حببته ده؟ أنت عارف العملية دي ممكن ترسى على إيه؟ ما ترسى زي ما ترسى يا حاج، فيه إيه؟ أنا كنت عملت إيه يعني؟ البنت جاية، ده أنا حتى قلت إنك هتفرح بيا وتسقفلي. أفرح بإيه يا أهبل؟ أفرح بإيه؟ عارف ابوها لو عارف حاجه زي دي هيعمل فيك ايه؟ هيعمل ايه يعني يا حاج؟ يعمل اللي يعمله يعني، وانا كنت عملت ايه؟ اسكت اسكت خالص، مش عاوز اسمع الصوت. يا ريتك تقول من وشي. قوم يلا قوم يلا، امشي امشي. خلاص يا حاج اديني ماشي. يا نهار اسود ومنيل، بنت العمروتي بالمستر، ربنا يستر. أحبك، تعالي هنا. يا كرم. ايه الاصطباح العسل؟ بحبك. ايه الجو التركي ده؟ تحبيني؟ انا كمان بحبك. انما ايه جو الفطار ده؟ ها؟ انت عارفه كويس ان انا ما بفطرش. عايزك تبقي عارفة كويس قوي إني مش قصدي بيها إني أضايقك. ما تخافيش، مفيش حاجة تقلي ولا توتر. أنا يعني إيه؟ حسيت إني عايز أقول لك الكلمتين دول. إحنا صحيح في سوء مزاج،
إنما في الحقيقة مفيش حاجة بنعملها على كيفنا. أوقات كتير بنعمل حاجات غصب عننا، يعني عشان المركب تمشي والمصالح بتتصالح. يتوب علينا ربنا. أنا عاوز أعرف إيه اللي بيحصل في البيت ده؟ أنا بقيت حاسة كده إن أنا عايشة في سيرك. في إيه يا مطر؟ ما تصطبحي وتقولي يا صبح. صبح؟ وأنا ما بشوفكش بالليل غير متلقح هنا على السرير، وما أنتش دريان بنفسك وما بسمعش غير شخيرك. وعايزاني فوق عشان إيه بقى إن شاء الله؟ كنت هشوف إيه يا حسرة؟ أنت ناوي تتجوز عليا يا براء؟ وانت يهمك في ايه يعني؟ هتعمليلي بقى فيها غيرانه ومش عايزه جوزك يتجوز عليك يا اختي؟ اسمع يا براء، انا ابويا سماني مطره عشان ارطب على قلوب الناس اللي حواليا، ومن يوميها وانا بستحمل كتير وبخزن زي اجدعها جمل بتربيه عندك. بس يوم بقى ما هتجيب لي دره وتخليني على ذمتك هتلاقي مطرة تانية خالص غير اللي كنت تعرفها، مطرة مصحوبة برعد وبرق يقلب حياتك عليها وطيها. فاهمني؟ انتي بتهددينا يا مطرة؟ يكون في معلومك انا لغاية دلوقتي ماشي في سكة تراضي ما بيننا عشان عظم التربة، ها؟ إنما أنا لو حطيتك في دماغها مطرة هشيلك من على وش الأرض، هعلقك كده بين السماء والأرض، هخليك تتمني الموت وما تطلهوش. آه، وعايزك تطمني، تطمني أوي، أنا مش هتجوز عليكي، مش عشان ميت في ده بديبك ولا عاشق سواد عيونك، لا، عشان انت قرفتيني من جنس الحريم كله. بس ابوك ناوي يعملها. ابويا ايه؟ هتجوزها. تتجوز مين يا حاج؟ انت مش لسه قايل ان انت قريت نهايه عن الحكومه؟ عايز تتجوزها؟ انت عايز تجنني ولا ايه؟ ده بدل ما تقولي روح تويها وارميها في اي صفحه زباله واخلص منها. مش بقول لك هتفضل طول عمرك غشيم؟ يا افهم، بيت دي الحكومه زرعتها في بيتي، يعني تعدوا حرمتي ودهسوا فرشتي. عدى انا كل ده بقى؟ لا، تعدي ازاي؟ ده انت لازم تكافئها على مجداتها العظيمه وتتجوزها وتعمل لها احلى فرح في الدنيا. بقول لك يا حاج، ما تعزم الحكومه كمان بالمره. وربنا فكره ما خطرتش على بالي يا ولد. انت عايز تشلقني يا حاج؟ عايز تشلقني؟ يا ابني الهداوه، افهم، الجوازه دي اكبر كف للحكومه. بقولك يا حاج، مبروم على مبروم ما بيلفش، وانت عارف ان انا صايع ومدقدق. قول ان البت عجباك واكله لك مخك. من ناحيه عجباني؟ عجباني، انما بقى واكله مخي ليه زياده حبتين. بجوازي منها هبقى قطعت اي حبل موصول بينها وبين الوالي الظابط ده، انما لو قتلتها يا معلم اول واحد هيلبسها انا، وده اللي هم مستنيينه. عاوز نصيحه ابوك، اوعى تسيب عظمه وراك، لان هتلاقي كلاب كتير تحوم حواليها وتجيبك بيها، ودي غلطه اي واحد بياخد اللحم ويرمي العظم. Good evening, gentlemen. Please allow me to introduce to you Mr. Khamis Abu Senna, also known as Efendina. Assalamu alaikum. Assalamu
يا حبيبي. ايه ابيض ولا احمر؟ ابيض ولا احمر؟ قول لي فين بيطلع العسكري المغاوري؟ العسكري المغاوري او الشباك اللي هناك ده. بس لو ما مشيش معاك احمر معانا بني حاجه نظيفه. على فكره انا اللي بقضيله. ابعد من هنا خالص يا حبيبي، ابعد من هنا خالص، مش عاوز اشوف لك اثر هنا. وارمي السيجاره اللي في ايدك دي، ارمي السيجاره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز حاجه يا اخويا؟ العسكري مغاوري. ايوه يا اخويا موجود بس مريح شويه. طيب ممكن تديله خبر ان انا عاوزه؟ طيب اتفضل اصححهولك. حاضر. مغاوري مغاوري اصحى يا مغاوري. ايه عايزه ايه؟ في واحد يا اخويا بيسال عليك. قوم يا ولد. مين؟ قوم افتح الباب بسرعه. يا رب يا ساتر. اسف باشا، اسف باشا. طب عفوا يا باشا. على مهلك. ازيك يا باشا؟ تعالى قوم يا ابني نام. قوم. اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا. ازي سعادتك يا باشا؟ الحمد لله على سلامتك يا مغاوري. الله يسلمك يا باشا. اجري بيت بسرعه، خلي حد من العيال يروح يجيب حاجه ساقعه ولا اي حاجه حلوه. يلا. لا مالوش لازمه خالص، مش عاوز حاجه. لا اودي اودي تيجي برضو، ده احنا النهارده زرنا النبي، لازم أن تشرب حاجه. والله ان كان ولا بد يعني يبقى كوبايه شاي. الباشا معلقه سكر واحده. ها يلا بسرعه. حاضر يلا. وانا قوم قوم تعالى تعالى قوم. خطوه عزيزه يا باشا. يعزم ادارك يا مغاوري. انا لما عرفت انك مديت اجازتك قلقت عليك، او سالت عليك قالوا لي انك تعبان، قلت لك اطمن عليك. اه باشا، ده والله الواحد ما فاهم، حلي مهدود وصدري زي ما سعادتك شايف كده، شكلنا عجزنا باشا. اه والله رجعت 100 سنه لورا. عيالك دول يا مغاوري؟ Au début de l'année 80, quand le coq a apparu, il y a bouleversé le marché. Et c'est ça le signe d'un bon marché promissant. Et votre pays a montré des grands pas de progrès dans son marché. في بداية الثمانينات لما ظهرت البودرة قلبت السوق بمكسبها اللي كان 4 أضعاف الحشيش، وانتشرت البودرة وما اختفاش الحشيش، وهي دي علامة جودة السوق الناجح، وبلدكو قدر انها يعمل طفرة في نجاح هذا السوق. Aujourd'hui, le tramadol a pris fort au marché et son pouvoir de concurrence est devenu de plus en plus évident. Surtout qu'il est en le moins cher et le plus facile à transporter. النهارده الترامادول ظهر بقوه في السوق وقدرته على المنافسه بقت اقوى بكثير، خصوصا انه الارخص سعرا والاسهل نقلا. And its benefits become 10 times the benefits of the other kind. It's especially known for its sexual effect. And this is the fastest way to publicity. ومكسبه وصل لعشرة أضعاف غيره، خصوصاً إنه مشهور بمساهمته الفعالة في العملية الجنسية، ودي أسرع وسيلة دعاية له. Nous voulons que le tramadol prenne sa place côte à côte au coq et au H pour que le marché égyptien garde sa qualité. إحنا عايزين الترامادول ياخد مكانه جنب البودرة وجنب الحشيش عشان يفضل السوق المصري محافظ على علامة جودته. And for not making the same mistake as our predecessors, we must be conscious of every product that is to complement the movement of the market so that it can accelerate at any given time. وعلشان ما نقعش في نفس الغلطة اللي وقع فيها غيرنا زمان، لازم نبقى واعيين كويس قوي ان اي نوع مخدر جديد هو مكمل لحركة السوق ومنشط في بعض الاحيان. C'est-à-dire, c'est possible, on peut très bien diminuer le H, diminuer le coq, dans les quartiers où le tramadol n'a pas encore été propagé. Et dès qu'il prend sa place normale, le mouvement de vente des autres produits revient comme il était. يعني ممكن قوي نخفف الحشيش ونقلل البودرة في المناطق اللي لسه ما انتشرتش فيها الترامادول، وبمجرد ما ياخد مكانه الطبيعي ترجع حركة بيع الأنواع التانية زي ما كانت. الأصل شاح والمضروب زي المية، لا طعم ولا لون، الدماغ هتنفجر. وبتت يا باشا زي ما تكون نحاست، يعني كل كده على بعض يا باشا تحس زي ما اكون مضروب في الخلاط. عفرت كتير في الاخر ما قدرتش،
وقعت زي ما سعادتك شايف كده. لسه بتضرب الجواد ده مغاوري؟ ما عادش ينفع نخلع منه يا باشا خلاص، ده بقى بيجري في الدم. بعدين من غيره يبقى الحال زي ما انت شايف كده، لا قادر اقيم حيلي ولا قادر اقف على طولي. ده غير لما صدقت يا باشا ان العاهه بان عليا عشان اخلع من واجب لحد ما اشوف لي صرفه. انت عارف يا مغاوري انا ليه دورت عليك وجيت لك لحد هنا؟ لانهم لما قالوا لي انك تعبان كنت متاكد ان اللي رميك ومعييك هو الهباب اللي انت بتبلبعه ده، عشان كده قلت اتاكد. وبعدين اتاكدت. مكتوب يا باشا، ده مرض يا مغاوري ولازم له علاج. ربنا هو الشافي يا باشا. ربنا ادانا عقل يا مغاوري علشان نفكر بيه، مش علشان نغرق نفسنا الغرقه السوداء اللي انت مغرقها لنفسك دي. في حاجه يا باشا؟ هو مغاوري مزعل حضرتك في حاجه؟ لا ابدا، انا اللي متضايق شويه. اعمل لساعتك شويه نعناع يروقوا دمك. لا ملوش لازمه، انا ماشي. ما بدري يا باشا. بغاوري ما تقف على حيلك، اتصل بطولك بديني تمام في المكتب عشان فيه كلام بيننا لسه ما خلص. عمرك يا ياسر باشا. صباح الفل والياسمين. ايه ده يا ابله ده؟ ايه كل السجاير دي؟ انت كده بتنتحري. كله محصل بعضه يا بيسا. هو المالطي ده قال لك حاجه زعلتك؟ المالطي عايز يعريني يا بيسا، بيسلمني زبون. شفت انا وصلت لايه؟ ناقص يسعرني بين الزباين. قطع لسان اللي يقول عليك الكلام ده يا ستي، قطع لسانه 100 مره. هو عارف كويس قوي انك زنت المحل وست الستات والكل عارف الكلام ده. مش هنضحك على بعض يا بيسا. خلاص اضربي له اليوم وما تروحيش الشغل النهارده. مش هينفع وانت عارفه كده كويس. ايوه بس ده انت كده هتقعي من طول. هشرب قهوه وافوق. معايا حبايه حمراء من اللي خدتيها المره اللي فاتت. هاتي يا اختي، هاتي اي حاجه عشان اقدر اصلب طولي بدل ما اقعد على المسرح والزباين يضحكوا عليا. ايه يا العسل دي؟ دي قطران مش عسل. خدي هتبقي فله. تعرف اللي حصل النهارده ده يا خميس معناه ايه؟ معناه ايه يا باشا؟ معناه ان الناس دي اختارتك تبقى الراجل بتاعها. ما ده طبعا بترشيح من معليك. انت اللي جاي يا خميس. بدماغك واتصالاتك السوق هيكبر والمصالح هتكتر. يا باشا انا عمري ما اشتغلت في البودره. عايزني اشتغل في الكيمياء؟ انا بتاع مزاج وبس. مزاج بس، حشيش بس. خليني كده، ليه عايز تهدفني في البعيد؟ ما انا بتاعك برضه في القريب. انت هتزيح من على صدري هم كبير قوي يا خميس. النوح كبر خلاص وابنه اهوج وابو سلمى جربناه وما نفعش، يبقى الامل فيك انت. انا عمال اقلبها في دماغي من ساعه ما قلتها لي، مش لاقي لها ملكه. عضه معايا ومش سالكه. ما القرشين اللي نصصتهم مع النوح كانوا جايين من الكيمياء برضه ولا ايه؟ لا يا باشا، دي غير دي. تانية كانت حق بترد لاصحابه. انما الهلومة بتاعت النهارده دي، ده جو خض، ده عيل دارسه. انت خلاص خطيت العتبة يا خميس. يعني حدفتني شمال يا باشا. مش انت اللي بادعها وبتقول انه كله شمال؟ بضحك. ها طمني يا علي، عرفت حاجة؟ ما بتردش خالص، اختفت تماما. أكيد النوح كشف. أنا كنت متأكد إنه كشف، بس كنت مستني بس أشوف هيعمل معاها إيه. يكون قتلها؟ أمال وداها فين؟ احتمال تبقى لسه في الفيلا. احتمال، واحتمال يكون سفرها بعيد. والله كله هيبان. احنا خسرنا مصدر مهم جدا. هتصدقني يا علي لو قلت لك ان المصدر ده ممكن يكون هو اللي مضللنا من الاول خالص؟ قصدك باك فاير؟ لا 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 لا، كل اللي كانت بتقوله كان بيتحقق بالظبط ومتفق مع التقارير والتحريات بتاعتنا. عشان كده لازم نراجع حساباتنا في كل المعلومات اللي كانت عندنا ونبص للموضوع بشكل مختلف. اكيد هنوصل لمعلومات جديده. اكيد.
فكر بره الصندوق يا علي. بره الصندوق. بره الصندوق؟ بره الصندوق. وعين هو كل اللي اتعلمته من تجار المخدرات باك فاير؟ العفو يا باشا، انا هفكر بره الصندوق احسن. بعيدتي يا بنتي يا مزغودة، يطلع منك كل ده. اسكتي، انا هشيل البتاع اللي على بقك ده، بس اياكي حسك يطلع، لا يخلصوا علي انا وانتي. والنعمة انا خلاصي خلاصي، اديك على قفاكي. والنعمة انا مظلومة، ما عملتش حاجة، ده انا غلبانة وحياة ربنا. يا بنت انت هتستهبلي يا بنت، ده انا شايفاكي وسامعاكي بودني. شفتي وسمعتي ايه طب يا ست مطر؟ حكايتك مع المعلم من الحكومة لحد الجواز. اتخرصتي يعني؟ والنعمة انا مظلومة، واديكي شايفة يعني المعلم رماني اهو وسابني. انت يا بنت كنت بتتجسسي علينا. والنعمة انا مظلومة، وحياة ربنا انا مظلومة، ده ظابط كده يعني انا حتى مش فاكرة اسمه، حاول يقرر فيا بس انا ما قلتلوش حاجة. شفتي بقى؟ لعبتي لعبتك عشان تجيبي رجل الراجل ويتجوزك. يتجوزني؟ يعني هو لو كان ناوي يتجوزك انا هيرميني الرمية السودة دي؟ ما هو خايف لا تزوغي. نبي يا ريت يتجوزني، هو هينوبوا ثواب فيا، اصل انا مش حمل مرمرة الشوارع. بقولك يا ست مطر، عايزة ايه يا بنت؟ ينوبك ثواب فيا كده يا رب قادر يا كريم، بايديك الطهرة دي تجيبيلي شوية محشي على فرخة كده. عايزة فرخة ومحشي؟ بس انا موقوتة كده وما اكلتش حاجة من الصبح. في ايه يا ست مطر؟ على بنتك انتي يا موقوتة، اخرسي خالص. والله لا اصور. اخرسي لحسن الناس اللي شبشب ده على جتتك، اخرسي تاني. ماشي، ربنا على الظالم والمفتري. لو اخرسي خالص، اخرسي ما اسمعش حسك لناس اللي شبشب على دماغك. والله انت صعبانة عليا في قعدتك دي. ليه يعني؟ عشان لسه ما قاليش اي حاجة؟ ولا هيقولك. يا بنتي ده بيعاملك زي ما تكون اخته الصغيرة، ولا حطك اصلا في دماغه، وكل اللي انت بتحكيه هو اللي بيقول كده. احساس انا بيقول غير كده. لو شفتي عينيه هو ملهوف عليا ساعة الحادثة، ولا لما جالي يتسحب زي العيال الصغيرة وقعد يحكي معايا لوش الصبح، كل ده ومش حاسس بحاجة؟ انت عايشة زمن عدى وتهلس من مسلسلات التركي، فوقي بقى. يا بنتي الدنيا من غير مشاعر لا تتحس ولا تتعاش، وصدقيني حبة حب قد كده هما اللي بيخلوا واحدة زي تقدر تعيش وتكمل في الدنيا، ولو اتحرمت منهم مش هقدر أعيش. يا بنتي خليكي واقعية، عيشيها زي كده، عيشي الحياة زي ما هي، ما تزوقهاش ولا تحطيها في برواز قديم. وبعدين حباية لا بلبحها ولا نفسي مش عارفة أي حاجة في أي حاجة. النفر مننا بيجيله فرص مرات قليلة أوي في حياته، الشاطر بس هو اللي يستغلها ويكسب منها على قد ما يقدر، إنما الغبي هو اللي يسيبها تمر من قدام عينه من غير ما يقفش فيها. وأنا بقى ما سبتش أي فرصة إلا ما قفشت فيها بإيدي وزني، وعملت كل اللي أقدر عليه عشان ما تفوتنيش. وده اللي خلاكي في وقت قصير قوي تبقى أهم نجمة من نجوم المحل، ومش بس كده، صورتك تكبر ونمرتك تتثبت. دي علب ومقفولة والكل متكربس فيها، بلاش عوق مع الناس دول، لحسن دول قرصتهم والأب قبري لمهم كلهم. أنا خلاص زهقت، زهقت من العيشة دي، زهقت. العيشة دي أنت اللي رجعت لها برجليك وبوست الأيادي عشان يبالك مكان فيها. روح يا بيسا رقب الكيت بتاع البرنسيسة. عيني سيدي. اسمع يا مامت، انا معاك في كل اللي انت عايزه، بس برضك الموضوع مش بالغصب. مين قال انها غصب؟ انا قلت انها غصب؟ الراجل اللي راح يعيط لك وجاي لي لحد هنا عشان تاخد حقه. سيبك من الراجل ده، انا خلاص رضيت، خلصنا. امال جاي ليه يا اخويا؟ عشان الكيت؟ جاي عشانك انت، عشان غلاوتك. انت عارفه غلاوتك محفوره في قلبي قد ايه. قصر وهات من الاخر. دكتور الهير ده بره في الصاله. هو ايه
كل ليلة؟ إن شاء الله تبقى ألف ليلة وليلة. المهم إن هو يقع وإحنا نكسب. الراجل متسلم تسليم أهالي، أنا عايز ألم مكسبي عشان أنت تقبضي. ولا إيه يا ميمي؟ يتوب علينا ربنا. Calvin.